الراب تبارك الله ميخو جو بيزمك تعرف اللي الرابر هو كلام كي تسمع كلام في الصميم روعة. اي كلام يمسي. قال الراجل كلام في السليم. اي صح صح. به عادل يونس نقعد معك ما غير ما تقولي لسه منحترم هذا. رغم انك هوني ما التزمتش بند في الالتزام. ميسالش خويا عاقبني علي عملي تحب. لا لا ميسالش ما نعاقبكش. اما اعطيني شكون الرابور اللي تتمنى تعمل معاه ديو اليوم. والله يجي نقول لكم الكل بهين. اعطيني اسم بربي للاجابات الفضفاضه. والله مش فضفاضه والله ما نعرفش فضفاضه. شو فضفاضه ما نعرفش خاطر فما برشا والله فما برشا ترى حلوين ما نجمش مثلا نتنجم تجيني مثلا اكثر واحد النجم الشيخ علي بالكداب لك انت كان نعمل رابور انا بقبق قبل ما تجي يا عادل. لا شقشق يا خويا شكون خلك انت ما نعملش ديونه وياك وفيه وشكون خلك ما يخش حظه اكثر من اللي رابور دوب ما نولي نغني نكلمك على ديو. انت ديجا كتقولك الكلمتين هذوك مسلم نفسك والامور هذيك ديجا صاي معناتها مشيت الامور خذيت حظ. شكون الرابور اللي تحب تعمل مع ديو؟ والله انا يعجبني بلتي الحب الحقيقه وكافون يعجبني برشا وسام فرح لو زاد هذوما اللي قراب برشا اللي مازالوا زوز في الراب وتكمل تونس الكل. زوز هذوك ماكلي بيني وبينك. اعطيني اسم تحب تعمل مع ديو. ديو بلتي لا مش صعيبة لا نحب بلتي يعجبني. تتمنى تعمل ديو مع بلتي به فنانة كان تعمل معها ديو تتباع الاغنية متاعك وتمشي برشا نحكيو على من اكثر الفنانين اليوم اللي عندهم نسب مشاهدة نحكيو من العمارة نجلة التونسية أساور بن محمد زازا شيرين اللجمي ونرمين صفر. شكون من هذه تحب تعمل معها ديو؟ من العمارة. مع من العمارة؟ من المحلية تخدم في خدمة باهية وذكية برشا وربي معها وربي وفقها وحلوة برشا معناتها هي بيدها كإنسانة حلوة تحفونا. غنيتها جديدة تعرفها؟ شوية بركة شفتها في تفرجت فيها. شنو اسمها؟ متاع الموني ذيك الاسم؟ موني اسمها موني حاجة قبل الموني عادي زين عادتك الموني بس نعطيك الباقي الاخر في باهي اللي عطيتك الموني نتو